هذا ابن عمتك ايوب بده اياك. فوتي فوتي نضبي جوا. علينا ايوب. علي ابن الخال. يلا خلينا نشد بسرعه مشان نجيب الطبور على السريع. يلا. طلع وزهر. يلا يلا يا رب. يلا الطنبور صار برا. يلا يلا قولوا الله يا رب. امسكوا يا ابي. ليش هدول يا ابي؟ شو نساوي فيهم؟ يا ابي ما بيصير يضل البيت بدون سلاح بنعاز. بعدين صار ما صار بطريقتكم بتخبرونا. امرك يا احترامي سيدي. علي باش خير. بصراحة سيدي أنا مستغرب أوامرك إنه ما نبعت دورية على السوق، خاصة بعد حادثة امبارح. اسمع يا راشد وأمين اللي بقلك عليه، خذ العناصر وحاول المغفر. خايف تكون الضربة على المغفر اليوم. حاضر سيدي مثل ما بتأمر. قول يا رب، قول يا رب. عيوني قد معيتك ومعيت رجالك، استلام الرزق رح يكون هون. معناتها نخلي الرجال يتوزعوا بين الشجر بما يوصلوا جماعتك. قولوا الله عمي. يلا يا رجال. يلا 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 بدك شو فيه عالطنابير؟ شكله فيهم سلاح وفشك، مشان هيك طالعين بنصاص الليالي. ايوه والعمل زي ما لا مين شافه لا مين دري، واهم شيء ما يوصل هالحكي لعكاش. شوف شوفي ولا حركه يا جو. فينا نطلع من هون قبل ما يرجع، هيك أوامر الزعيم. خلص إن شاء الله كله خير، كله خير. ليش الرصاص يا افندي؟ ليش نحن شو عاملين؟ ماذا يوجد في هذه العربات؟ الله وكيلك ما في شيء. شوية قطن وقش اخذينهم على القنوات. سوف نرى. فتشوهم. يا حلو الله. فتشوا على كيفكم، خذوا راحتكم.
شكلهم الرجال علو على الوخمة. نحن شو دخلنا؟ جازوا سلاحكم يا رجال.